مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج قالت الصحف، جملة من القضايا والموضوعات التي تناولتها صحفنا المحلية على صدر صفحاتها الغراء، موضوعات وقضايا تلامس هموم المواطن وحياته المعيشية. ومن فقرة مانشيت وأبرز عناوين الصحف الرئيسية نتابعها بعد الفاصل. ونبدأ من صحيفة البعث التي تحدثت عن عدد من المواضيع، منها حاجز للجيش يطرد رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة، وجهاء وعشائر أكراد سوريا الوطنيين، مجموعات قنديل وقسد لا تمثلنا، وسوريا ستبقى واحدة موحدة. في ختام أعمال دورته العادية السادسة، صباغ: مجلس الشعب أقر العديد من القوانين والمراسيم. كازاخستان: أهمية الاجتماعات المتعلقة بسوريا بصيغة أستنة في تزايد. وأيضا اهتمت صحيفة تشرين بقضايا عدة، ومنها إصابة مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على جنوب طرطوس، رئيس الحكومة يمنح اللاذقية مليارا ونصف المليار للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي، اتصالات اللاذقية إعادة 1205 خط هاتفي للخدمة بالمناطق المتضررة من العاصفة. مزارعو التبغ في منطقتي القدموس وبانياس يطالبون بلجان للكشف على حقولهم. وأيضا بدورها صحيفة الثورة ذكرت عناوين، منها إصابة مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على جنوب طرطوس، مجلس الشعب يناقش أداء وزارة التعليم العالي الوزير إبراهيم المسرع الخطي في مشفى البيروني بالخدمة قريبا. صباغ: سوريا مصممة على تسليل العقبات أمام عودة المهجرين، العدوان الإسرائيلي وجرائم الإرهاب وتواجد القوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية هو لإطالة أمد الفوضى، المهندس عرنوس يتفقد العمل في محطة تحلية مياه سد 16 تشرين. ومن مانشيت إلى فقرة رأي الصحف، والمقال الذي كتبه الصحفي فؤاد الوادي في جريدة الثورة تحت عنوان حماة الإرهاب تقول الصحيفة: لا تبدو التصريحات التي تواترت على نقلها وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤولين وساسة أمريكيين حول فقدان الولايات المتحدة لقدرتها على حماية النظام العالمي، لا تبدو مثيرة للسخرية والاستهزاء فحسب، بل تبدو مثيرة للضحك المفرط، فالولايات المتحدة لم تكن كما تدعي في يوم من الأيام حامية للنظام العالمي، بل على العكس من ذلك تماما، فهي لطالما كانت من أكثر الدول التي ساهمت بتدمير النظام العالمي، ومن أكثر الدول التي خلفت ونشرت الفوضى والخراب والدمار. ويتابع الصحفي فؤاد الوادي مقالته بالقول: الحقيقة الأهم في تلك التصريحات هي أن الولايات المتحدة قد فقدت فعلا القدرة على أن تبقى قوة أحادية ومهيمنة، وهذا ما تؤكده الوقائع على الأرض أكثر من التصريحات، ولا سيما بعيد التحولات الكبرى التي ضربت المشهد الدولي والإقليمي مؤخرا، وتحديدا عقب العملية الروسية للقضاء على النازية في أوكرانيا التي رسمت ملامح نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وأكثر عدالة وتوازنا. ويختم الصحفي فؤاد الوادي مقالته بالقول: أمريكا اليوم ومن خلفها أتباعها وأدواتها في حالة من الضياع والهستيريا، والتي تدفعها إلى التصعيد على أكثر من جبهة كامتداد لمحاولاتها الاستراتيجية لإبقاء الإرهاب والفوضى كخيار وحيد بالنسبة لها، وهو الخيار الذي تجهد لإعادة تكريسه واقعا يمكنها من الهيمنة والتسلط وفرض قراراتها وخياراتها على العالم.
وفي فقرة تحقيقات وقضايا نتوقف مع المقال الذي كتب، نتوقف مع جريدة الوحدة والتحقيق الذي أجرته الصحفية هنادي عيسى تحت عنوان انتعاش تجارة الأدوية في السوق السوداء وغياب الدور الإنساني تقول الصحيفة. تعد الأمراض المزمنة من الأمراض التي تأخذ فترة علاج طويلة قد تمتد لسنوات، وهذه الفترة تحتاج إلى الكثير من الأدوية التي شهد سوقها قبل الأزمة السورية انتعاشا ونموا، وكان يعد من أكثر الاستثمارات نجاحا، ولكن مع تحول الأحداث في سوريا إلى حرب مدمرة تأثر بها قطاع الأدوية وبدأ بالتراجع، ومما زاد من تراجعه الحصار الخانق الذي فرض على الشعب السوري، ومن هنا بدأت المعاناة من توقف معامل الأدوية عن العمل وانقطاع الأدوية وفقدانها من الأسواق، وشجعوا بعض تجار الأدوية واحتكارهم لها كي يقوموا برفع أسعارها وخلق سوق يتحكمون به، السوق السوداء، إذ ما على المريض إلا دفع النقود والحصول على أي دواء يريد، والأمر الملفت هو توفر الأدوية بمختلف زمرها في هذا السوق. وفي فقرة زوايا وأعمدة نتوقف مع المقال الذي كتبه الصحفي محمد خبازي في جريدة الفداء تحت عنوان نبض الناس مستبعد من الدعم تقول الصحيفة. مستبعد من الدعم والبطاقة قيد التدقيق، عبارة تثير الغبنة لدى الكثير من المواطنين المستبعدين من الدعم رغم عمل الكثير منهم على استكمال جميع الإجراءات اللازمة لعودتهم إلى مظلة الدعم، وقد ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء. طالت أشخاص لا يجب أن يشملهم القرار وفقا للمعايير والأسس التي تم اتخاذها، فبعضهم كان مستبعدا لأنه خارج القطر وهو لم يسافر خارج محافظته، وآخرون لأنهم يملكون أكثر من آلية أو لديهم سيارة حديثة سعتها أكثر من 1500 سي سي أو غير ذلك من أسباب. ويتابع الصحفي مقالته بالقول: رغم إزالة جميع الأسباب إلا أنهم لا يزالون مستبعدين من الدعم، ورغم اتصالهم بمراكز البطاقة الزكية أو مراجعتها وتقديم البيانات اللازمة إلا أنهم لم يستفيدوا شيئا، ولسان حالهم يقول عند تطبيق القرار بكبسة زر واحدة وبالسرعة القصوى يتم استبعادنا، وعندما نطالب بحقوقنا لا أحد يرد علينا ولا يستجيب، ونتلقى الوعود تلو الوعود ودون فائدة. ويختم الصحفي فيصل يونس لمحمد مقالته بالقول: هل يعقل بعد عدة أشهر على تطبيق القرار منذ بداية شهر شباط الماضي لا تزال هناك الكثير من الحالات المستعصية عن الحل ويدفع فاتورتها المواطن عدا عن الشنطة والذهاب والإياب ومراجعة الجهات المعنية في المحافظة، والجواب يكون شغلك انتهى عندنا وبطاقتك قيد التدقيق، ولا نعلم إلى متى سيستمر هذا التدقيق، والقصة بتنشف الريق. وفي جريدة تشرين كتب الصحفي هاني الحمدان مقالا تحت عنوان لدينا كل شيء وليس عندنا شيء، جاء فيه: لا أظن أن هناك بلدا ولادا بكل شيء كبلدنا، يعاني من أمور وإشكالات وظهور مطبات على كل الصعد والمرافق، مجتمع مترع بكم عددي هائل من كل شيء وبأي اختصاص أو مرفق أو مجال. وما دام لدينا كل شيء فلماذا ما زالت الخطوات خجولة وقاصرة وأحيانا تكاد تكون
تكون مشلولة تماما. ويتابع الصحفي هاني الحمدان مقالته بالقول: خطط ودراسات بالجملة، وقرارات حبر على ورق، تنفيذ عاجز ببعض الأماكن، وإن تم يكون الزمن أفرغ مضمونه وقلل أهميته. خريجون بالآلاف يحملون شهادات عليا، أشخاص من يحملون شهادة دكتوراه يعملون بأماكن ليست لهم ولا تناسب ما بحثوا حوله ودرسوه. زادت فجوتنا المعرفية كثيرا، ركضنا وراء الحداثة التي لم نأخذ بناصية إيجابياتها، فحملنا الشهادات ولم نحمل المعارف، تلقينا التدريبات وحضرنا الورشات والندوات، ولدينا مراكز إدارة وأبحاث، ومع ذلك نشكو فشل الإدارات وما تتركه من عثرات وسرقات دمرت المؤسسات وأنمت ثقافة حصد المكاسب وغب الليرات والحصيلة بالملايين وربما المليارات. ويختم الصحفي هاني الحمدان مقالته بالقول: نحن لدينا كل شيء وليس عندنا شيء، ولكن ما العمل؟ هل نسكت عن الحال ونكتفي بالتشخيص والتحليل، أم نبادر ونضع النقاط على الحروف؟ الجواب بالقطع لا. لماذا لا يكون هناك توجه وبرنامج محدد معني به الجميع؟ ويجب أن يبدأ، وهذا يتطلب مكاشفة ومحاسبة وإعدادا واستعدادا والتخلي عن النمطية حتى في خطاباتنا ومعالجة مشكلاتنا. في فقرة ملفات اجتماعية نتوقف مع جريدة الثورة وما كتبته الصحفية نيفين أحمد تحت عنوان: التنمر يقتحم أجواء أطفالنا. تقول الصحيفة: تنتشر ظاهرة التنمر بشكل عام بين أطفالنا، لا سيما في المرحلة الأخيرة وخاصة في المدارس، ويعتبر التنمر من أخطر المشاكل التي قد تقتحم عالم الطفل، كما يسهم في زعزعة أمنه وكيانه المتعرض للتنمر. فالتنمر سلوك حديث يتعرض له الأطفال بشكل وآخر، لذلك نفتقد إلى خبرته الضئيلة في القدرة على مواجهة الصعاب. لذا يجب على الأبوين إثراء مخزونهم الثقافي حول كيفية علاج تنمر الأطفال، ليكونوا مستعدين للتعامل مع الموقف بشكل مدروس وسليم، تجنبا لأي عواقب قد تنتج عن هذا السلوك العدائي. مشاهدينا، الحديث أكثر عن موضوع التنمر كموضوع اجتماعي وكظاهرة تستدعي البحث في تفاصيلها وتداعياتها، يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف التربوية أميمة سمندر، الموجهة الاختصاصية للإرشاد النفسي والاجتماعي. أهلا ومرحبا بك سيدة أميمة. سعدت بأوقاتا، أهلا وسهلا بكم. بداية، ما هو التنمر الإلكتروني وهل يعد ظاهرة عدوانية؟ نعم، كما سأبدأ من حيث انتهيت، التنمر ظاهرة عدوانية وتظهر في كثير من الممارسات والسلوكيات التي يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد اتجاه غيرهم، وخاصة كما قلت في مقدمة الأمر أنها تنتشر بين المدارس وتنتشر في المجتمع بشكل عام. لا، ليست حكرا على المدارس فقط. طبعا هذه الظاهرة التي لها أشكال متعددة، وآخر شكل قمت بذكره وهو التنمر الإلكتروني، والذي له كثير من السلبيات وكثير من المظاهر التي يمكن أن تظهر على الطفل أو على من يمارس عليه التنمر. إذن ما هي المخاطر يعني سيدة أميمة، ما هي يعني مخاطره وأثاره المادية والمعنوية والاجتماعية والنفسية، وما هي أيضا الأضرار الناتجة عنه؟ نعم، طبعا أجملت كثير من الأسئلة. سأبدأ من حيث
من حيث أشكاله أولا، والتي نعم. تكون هناك بشكل مباشر كاستخدام القوة بكافة أشكالها، والتي تكون مؤذية كناحية جسدية. نعم. وكذلك الأمر الغير المباشر من خلال رفض التعامل مع هذا الشخص، نشر شائع عن هذا الشخص أن ومن يود أن يتعامل معه، فهذا هو بشكل غير مباشر يكون التنمر. طبعا هي بالنسبة للأشكال. أما بالنسبة لبعض العلامات التي يمكن أن تظهر على الطفل الذي يمارس عليه العنف، وخاصة في المدرسة، تغيير في النمط السلوكي، في الأكل، في النوم، الدموع، سقوط تساقط الدموع بشكل من دون سبب، ابتعاده عن الأصدقاء، عدم الإحساس بالأمان، الخوف الذي ينتابه، كذلك الأمر افتقاده إلى الأمان، تحوله إلى شخص عدواني، تغير مستوى تحصيلي. هناك مجموعة من الإشارات التي يمكن أن تدل كتغيرات على سلوك هذا الطفل، الممتلكات التي الخاصة له كذلك الأمر، أن تكون مكسورة أو سرقة مال من المنزل، كثير من المظاهر التي يمكن أن تظهر وهي تغيرات للسلوكيات التي يقوم بها هذا الطفل. أيضا الاضطراب، بما أنك ذكرت عن التنمر الإلكتروني، عندما أحد أفراد الأسرة يدخل إلى الغرفة إلى غرفته ويكون يستخدم جهازه، فهو يشعر بالاضطراب، وفي الحال يغير طبعا الأمر الذي إما بإغلاقه أو بإغلاق من يتحدث معه. طبعا تاخذ اكثر من شكل، ولكن يشعر بالاضطراب خوفا من ان يعلم به احد. نعم. هل هناك انواع للتنمر واشكال؟ نعم له اشكال، سواء من الناحية العاطفية، من الناحية الجسدية، من الناحية اللفظية، يوجد كثير له من أشكال كما ذكرت بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل هذا طيب. هذا ما هي أسباب ودوافع لجوء الأشخاص إلى هذا السلوك، وما هي أدواتهم ووسائلهم، وأين يقف العلاج النفسي منها اليوم؟ نعم، هل دائما هناك على افتراض ان التنمر هو شخص قوي يمارس سلطه على شخص اخر من خلال استخدامه للسلوك العدواني، هي في بعض الغايات هي الحصول على مكاسب من قبل المتنمر، للحصول عليها من قبل الآخر، أو أن يكون هو له مجموعة من الأصدقاء الذين يتحدثون عن قوته ويكون كقائد لهم. نعم. هي الحصول على مكاسب من قبل المتنمر في حال وجد خلل في ممارسة التنمر على من يتنمر عليه. نعم. يعني حضرتك كموجهة اختصاصية للإرشاد النفسي والاجتماعي، يعني ما هي الأسباب والدوافع للجوء الأشخاص إلى هذا السلوك، وأيضا يعني ما السبيل لمعالجة هذه الظاهرة، وما هو أيضا دور الأسرة والمدرسة والمجتمع والإعلام في التصدي ونشر ثقافة الوعي بمدى خطورته؟ نعم، أسباب التنمر، هناك كثير من الأسباب، ممكن تكون أسباب أسرية، ممكن مادية، ممكن اجتماعية، ممكن التأثر بوسائل الإعلام بشكل خارجي، ممكن أن يكون هناك بالطرف المقابل المتنمر عليه أن تكون هناك اضطراب في الشخصية، أو بيشعر باللذة لممارسة السلوك العدواني. فأيضا نقص في تقدير الذات، الأمراض التي يمكن أن يعاني منها، أو العنف الذي يمارس عليه بفئاته كافة، سواء من قبل الأسرة، من قبل المجتمع، من قبل طبعا هنا هذه الأسباب مجتمعة. طيب هوني أين يقف العلاج النفسي من هذه الأسباب وهذه الظواهر؟
هل هناك كثير من النقاط التي يجب الانتباه عليها؟ نعم. وخاصة أن التربية تعتمد على كثير من الأسس. أولى هذه الأسس التي يجب أن تعتمد عليها هي اعتماد التربية على الأخلاق الإنسانية. الأخلاق الإنسانية التي تبدأ بالتسامح، مرورا بالمساح بالمساواة، الاحترام، نشر المحبة بين جميع الأطراف، من خلال التربية الأسرية، من خلال التربية المجتمعية. أيضا أن يكون هناك معاملة سلوكية للأطفال وتربية صحيحة في ظروف صحيحة من خلال البعد عن العنف وممارسته، وأن يكون هناك نوع من المشاهدة السلمية لحل المواقف بعيدا عن العنف. أيضا هناك اختيار البرامج التي يمكن أن يشاهدها، وخاصة الطفل في المراحل الأولى، للبرامج سواء كانت الإلكترونية أو المتلفزة. أيضا يمكن أن تعمل سواء التربية في المدرسة أو في الأسرة هي رفع سوية الثقة بالنفس. نعم. أيضا أن يكون هناك قدرة على بناء علاقات مع الآخرين قائمة على المحبة والتودد والتعامل بشكل جيد. أن يكون هناك اعتماد على الألعاب التي تحسن القدرات العقلية، رفع السوية العقلية، ممارسة أيضا الرياضة التي تعتمد على الدفاع عن النفس من أجل تعزيز هذه القوة، والتي تعمل على زيادة ثقة هذا الشخص بنفسه. نعم. التربوية أمي مسمندر، الموجهة الاختصاصية للإرشاد النفسي والاجتماعي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. يا أهلا، أهلا وسهلا. شكرا. أهلا. وفي فقرة الأخبار المحلية نتوقف اليوم مع ثلة من الأخبار المحلية المنوعة، ونبدأ من صحيفة الوحدة الصادرة في اللاذقية. صرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل الدكتور مالك الخير أنه سيتم تزويد محافظة اللاذقية ب 14 باصا من المنحة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، والتي استلمتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والبالغ عددها 100 باص للنقل الداخلي. وبين الخير أنه قريبا ستتحدد الخطوط للباصات الجديدة، كما سيتم سحب بعض السرافيس إلى خطوط الريف بهدف دعمها، مؤكدا أن المواطنين سيلمسون المنعكسات الإيجابية لهذه الإجراءات بمجرد تفعيلها. وننتقل إلى صحيفة العروبة الصادرة في حمص. بين المهندس يونس حمدان مدير زراعة حمص أن المساحة المزروعة بالبطاطا الربيعية بلغت نحو 1575 هكتارا من المساحة المخططة والبالغة 1660 هكتار. صحيفة الفداء الصادرة في حما. بين مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس وفيق زروف أن إجمالي كميات الأقماح المسلمة من قبل المزارعين لمراكز الحبوب في صقيلبية وشطحة وسلحب بلغ 94469 طنا، منوها بأن عمليات التسويق تسير بوتيرة عالية دون أي معوقات. وننتقل إلى جريدة الجماهير الصادرة من حلب. افتتحت محافظة حلب بالتعاون مع غرفة تجارة حلب مهرجان أضحى مبارك بمشاركة 160 جناحا من مختلف المواد التي يحتاجها المواطن من المنتج إلى المستهلك، ضم مشاركين من محافظات اللاذقية وحمص وحما. ونختم ملفات حلقتنا لهذا اليوم مع فقرة بدون تعليق وأبرز الصور الكاريكاتيرية للصحف المحلية.
مشاهدينا، الصحف قالت كلمتها لهذا اليوم. نأمل أن نكون قد وفقنا فيما اخترناه لكم من موضوعات وقضايا، ونشكر لكم حسن المتابعة. لقاؤنا يتجدد معكم كل أحد بحلقة جديدة وقضايا متنوعة. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء.